افتتح محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة معرض أهلا مدارس في مدينة العريش. أكد محافظ شمال سيناء على أن المعرض يضم 80 عارضا لتوفير جميع متطلبات التلاميذ وطلاب المدارس وبيعها بتخفيضات تصل إلى 30% من الأسواق الخارجية، وذلك للمشاركة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، معربا عن شكره وتقديره لجميع التجار المشاركين في المعرض سواء من محافظة شمال سيناء أو من المحافظة المحافظات الأخرى. أرسل تهنئة إلى أهالينا في محافظة شمال سيناء بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، وبنتهز الفرصة دي برضو وبوجه تحية شكر وتقدير إلى أعضاء الغرفة التجارية وإلى مديرية التموين وإلى كل التجار اللي موجودين سواء في داخل مدينة العريش أو جم وشرفونا من محافظات أخرى، لأنهم طبعا عارفين أن محافظة شمال سيناء الحركة الشرائية فيها عالية شوية، فممكن يكون ناس جم من محافظات أخرى. طبعا بهني بقى أطفالنا الصغيرين على إن شاء الله قرب دخول المدارس، وانا عارف او بتحسس الشعور بتاع الاطفال لما يجيب بقى شنطته ويجيب شرابه ويجيب لبسه، بتبقى فرحه عارمه. جميع الكراريس والاقلام والشنط والحاجات دي كلها عليها تخفيض مش اقل من 20 ل 30% عشان نوفر للمواطن ونوفر العبء والاسعار اللي هي طبعا مرتفعه جدا موجوده في السوق. ولكن النهارده احنا طبعا بكل التجار محافظه شمال سيناء الشرفاء، الناس اللي هي الوطنيين، الناس اللي هي حابه ان هي تشارك وحابه ان هي بالفعل تقف مع الدوله وتقف مع المواطن.